السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من برنامج ملوك صناع الجمال. إن شاء الله اسمي يكون على مسمى في أولى حلقات برنامج ملوك صناع الجمال تحت رعاية مبادرة افتخر بمهنتك. النهاردة مش حابين نبتدي بأي حد في مجال مهنة الكوافير والتجميل، لزي ما وعدناكم وقلنا إن شاء الله هيكون مبادرة اللي احنا شغالين عليها، المبادرة التجميلية، تكون ذراع إعلامي لكل كوافير وكل ممتهني مهنة التجميل في مصر. مهنة الكوافير والتجميل في مصر موجودة على جدران المعابد الفراعنة وليها وضعها إلى وقتنا اللي احنا يعني موجودين فيه. مهنة الكوافير تعادل مهنة الدكتور. لما نيجي نقدم ضيوفنا النهاردة هنقدم قامات موجودة على أرض الواقع منذ 20 سنة 25 سنة. الأب الروحي لمهنة الكوافير والتجميل في مصر، مهما أقدم أو أعمل مقدمة، ده فعلا الأب الروحي لمهنة الكوافير والتجميل. ومحضر لكم مفاجآت للشباب اللي مستنية الوضع اللي احنا فيه، وأنا عامل زيكم وابن بلد، وحسيت بالفترة اللي فاتت ديت بقفل المحلات والناس اللي طردت من شغلها. إن شاء الله إن شاء الله مصر قادرة تعدي المحنة دي على خير. رفع الله البلاء عنا وعن مصرنا الحبيبة، وبسواعد شبابها ورجالها ومؤسسات الدولة، الشرطة والجيش والشعب، كلنا قادرين نطلع بمصر إن شاء الله من المحنة اللي احنا فيها. نرجع لموضوع حلقتنا ونقدم الأب الروحي مستر سعيد عمران. نرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ عماد، وأهلا بكم جميعا، وأهلا بالسادة المشاهدين. متشرف بمسيو سعيد عمران الأب الروحي لمهنة الكوافير، تاريخ مهرجانات للشباب واكتشف نجوم في هذه المهنة. نرحب بالضيف الثاني، رجل أعمال من ضمن شباب مصر اللي أنا بفتخر بوجوده معاه في البرنامج، ومدعم للشباب، اللي بحافظ على اقتصاد الدولة، اللي بيشتغل على منتج دلوقتي نمبر 1 موجود، منتج بيروز، واللي انا اتشرف ان انا اشتغل معاه، منتج مرخص وزاره الصحه. نقول معانا مسيو يوسف عادل، منورنا يا فندم. اهلا وسهلا، منور. اهلا وسهلا، شرف لينا تواجدنا معاك. شرف ليا يا فندم، والله شرف ليا، شرف ليا. مدير عام شركه البسنت للتجميل. مدير شركه البسنت يا فندم. انا اسمي يوسف عادل، بنتمي لشركه كبيره اسمها شركه نجد السعوديه. الشركة دي تعتبر من أكبر الشركات الموجودة في دول الخليج. يعني إحنا أصحاب العلامة التجارية بتاعت البيروز في العالم كله، وهنا في مصر الشركة اسمها شركة البسنت. إحنا الموزع الحصري والوكيل الحصري للمنتج المرخص من وزارة الصحة المصرية بيروز، هير بروتين والأفتر كير بتاعه. شرفنا بيك يا فندم، ونرجع لك تاني على استفادة إن شاء الله. لما نيجي نقدم مثل وقدوة للشباب في مهنة الكوافير والتجميل في مصر، لازم يكون في أسطورة موجودة معانا، اللي هي برضو تدي روح المهنة من البداية لتاريخه اللي موجود دلوقتي. هنقدم أسطورة الكوافيرات مسيو سامح بلازا. منورنا يا فندم. نور بيك، شرفنا بيك. أهلا بيك، الشرف ليا. طبعا وقت الحلقة إن شاء الله يسعفنا إن احنا نقدم حاجة كويسة يستفاد منها كل ممتهني شركة المستنين يعني الجديد من شركة بسنت ومنتج بروز المرخص. ومسيو سعيد عمران هنرجع له سؤال دلوقتي، الشباب مستنين حضرتك كقامة لمسمى موجود على أرض الواقع منذ سنين، وعمل تعدل 12 مهرجان سنويا وراء بعض، لجنة النقابية المستفيف الشعر بالسيدة زينب. كلمة للمشاهدين والناس. أنا طبعا يعني أعرف المشاهدين عليا، أنا سعيد عمران، رئيس اللجنة النقابية لمصفيف الشعر بجمهورية مصر العربية، ورئيس رابطة أصحاب محل فن التزيين والتجميل بجمهورية مصر العربية، وعندنا برضو معهد لتعليم الكوافير، ده من الأربعينات. وطبعا احنا دلوقتي عملنا المهرجان التسعتاشر اللي هو كان المفروض يتعمل في شهر 3/2020، بس للأسف طبعا الوباء بتاع كورونا دوت طبعا قفل المطارات، وطبعا الجو ما كانش ينفع ان احنا نعمل المهرجان السنه دي، فاجلناه للسنه الجايه باذن الله. وباذن الله بنتمنى ان هو الوباء ده يخلص وينتهي، وكلنا كلنا باذن الله ايدينا في ايدين بعض، ونعدي المرحله ديت، وتكون السنه الجديده سنه 2021 ان شاء الله تكون خير على مصر وعلى كل الناس اللي موجوده، وعلى كوافيرات مصر بالاخص. وطبعا بتمنى بالنسبه للبروتين ان يكون البروتين دوت يكون كل ما يكون الشركات والشركه
ليها منتج ومترخص في وزارة الصحة فهو هنا بيدعم الاقتصاد المصري، اما طبعا ما يكون مش مترخص ويحافظ على الكوافير نفسه فطبعا دوت بيعمل مشاكل كتيرة وبيأثر على الاقتصاد المصري. اما طبعا كل ما يكون المنتج مترخص اولا بيبقى اهم حاجة العميلة اللي هو المنتج ده بيتعمل عشان يروح للكوافير ومن الكوافير للعميلة، فهو هنا بيحافظ على العميلة والكوافير بيحافظ على عميلته وعلى الاقتصاد المصري. فبنتمنى ان يكون كل الشركات تسعى يعني اللي هي الاقتصاد المصري انها تساعد مؤسسات الدوله في الظروف اللي احنا فيها، يكون المنتج بتاعهم مترخص من وزاره الصحه في جمهوريه مصر العربيه. طب حدث ولا حرج من اباطره سوق البروتين في مصر، وزي ما قلت لكم بشخصي اللي انا موجود معاكم انا ممتهن مهنه كوافير والتجميل، وفي واعرف الصناديق زي ما بيقولوا الصناديق السوداء للمجنه، بس احنا عايزين نقف جنب شعبنا في الوقت اللي احنا فيه، حتى في شغلنا اللي هو الكوافير ومستحضرات الكوزماتكس، ان احنا نهتم يعني حدث ولا حرج على بطره اسامي البروتين، بيعمل اسم اي حاجه، بيعمل اسم بنت وبيعمل اسم كلب. انا اسف بس انا بوضح لكم حاجه، احنا في ازمه، فاحنا في مجالنا نحافظ على نفسنا. انا ممتهن مهنه الكوافير وافتخر بيها، والقامات اللي موجوده دي جايه عشان تحافظ على الشباب اللي دلوقتي اللي محلاته اتقفلت واللي بيشتكي من مفيش دخل. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ نشتغل كويس وكل واحد يجتهد في شغله، ونرجع بقى للشركه اللي بتقدم عروض وحاجه مرخصه لشخص الكريم ميسيو يوسف عادل، اتكلم براحتك ونعرض الصور بتاعه المنتج. هو طبعا زي ما وضحت لكم احنا بننتمي لشركه كبيره اسمها شركه نجد، لصاحبها رجل الاعمال السيد وليد العثمان، ومدير التسويق او مدير عام التسويق في الشركه السيد مجدي حسن ادم. انا من احنا هنا نعتبر فرع للشركه هنا في مصر. الناس دي حريصه ان هم يقدموا منتجات تكون مسجله في كل الدول اللي بيشتغل فيها، ومن ضمنها طبعا مصر. كل الحرص على الشعب المصري، كل الحرص على صحه الانسان، ان احنا نقدم له منتج يخدمه مش يضره. للاسف سوق البروتين في مصر دي مافيا كبيره جدا، وانا من مكاني هنا بنصح الكوافير المصري ان هو خاف على نفسك قبل ما تخاف على الزبون كمان. يعني انا مش بقول لك بقى خاف على الزبون، لا، انا بقول لك خاف على نفسك انت الاول، لان انت اكتر واحد متضرر من اللي انت بتعمله. انت اللي بتشم الريحه، انت اللي بتتعب، انت اللي ممكن لا قدر الله يجي لك كانسر. احنا انت البروتينات اللي مش متسجله مش مترخصه مجهوله الهويه، انت عارف هي معموله فين ولا جايه منين ولا بيعملوها ازاي، ولا الموضوع كبير يا جماعه، الموضوع كبير. دي مافيا شغاله والله العظيم. انا بشبهها بتجاره المخدرات، ويمكن انيل ما لسه بقول لحضرتك يعني دي انيل من تجاره المخدرات. التهريب موجود النهارده المواد اللي بيحطوها على شعرهم الكوافير. انا النهارده انا مش جاي بقى انصح عميل، ده انا بنصح الكوافير نفسه، لان هو اللي واقف على دماغ الزبونه شغال بيشم ريحه الدخان، بيشم ريحه البروتين اللي طالع في 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 من المكوى اللي بيشتغل بيها. دي 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 كانسر. يعني خاف على نفسك قبل ما خاف على العميله بتاعتك، وخاف على سمعتك، وخاف على نفسك، خاف على العميله وخاف على نفسك. اشتغل بروتين، اشتغل كل اللي انت عايز تشتغله اشتغله، ولكن انا منتجي مثلا منتج ده متسجل بوزاره الصحه المصريه، اشتغل. يعني احنا تعبنا عشان نسجل المنتج دوت، تعبنا عشان خاطر نستورده، وبندفع جمرك وبندفع ضرائب الدوله، كل دوت. انا مش كل ده جاي اقول ان احنا تعبانين في تكلفه منتجات، وان احنا جايين نقدم لك منتج تعبانين عليه. انا بقول لك النهارده خاف على صحتك. ما تدخلش محلك، ما تدخلش صالونك قبل ما تشوف الاخطار ده. ده اسمه اخطار وزارة الصحة المصرية وافقت بيه الدولة ان هو تدخله، معنى ان يكون في اخطار من وزارة الصحة المصرية بالموافقة على دخول منتج، ده معناته ان منتج امن على أدمي. صحتك أدمي. امن على صحتك. فالنهاردة لما يجي لك حد بيبيع لك ازازة بروتين ب 500 جنيه ولا ب 1000 جنيه ولا ب 5000 جنيه، يبيعها لك زي ما بيعها لك، الاول بص على الورقه دي وتاكد منها كمان. يعني تبص على الورقه دي وتتاكد منها كمان عشان يحافظ على نفسه. انا النهارده بيجي لي ازازه بروتين بملاليم عشان خاطر اعملها بالاف على شعر العميله. طب هو انت النهارده يعني احنا نتقي ربنا في نفسينا الاول، وبعد كده يعني طب واشتغل. واحنا بنقولش هو انت النهارده معلش يعني بالبروتين مكاسبه حلوه، المكاسبه حلوه للجميع، مكاسبه حلوه للشركات، مكاسبه حلوه للكوافير. طب ما نشتغل بمنتج امن.
لما تيجي تحسب انت لما تيجي تشتري ازازه بروتين ب 1000 ولا ب 2000 ولا ب 3 ولا ب 4، انت النهارده بتعمل الجلسه الواحده بكام للعميله؟ ما تشتغل بمنتج امن. خاف على نفسك، خاف على نفسك يا اخي الاول. قفل. انا بقول لك بقى، مش بقول لك العميل، خاف على نفسك انت الاول. لا اله الا الله. انا النهارده يعني انت النهارده انت 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 عارف حجم الكوارث والمصايب اللي ممكن تصاب بيها انت كشخص بسبب الماتيريال اللي هو بسبب الماتيريال. انت 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 عارف متعبي فين ولا معمول ايه ولا بيدخل على ايه شامبو وجراكن. كله بيتعمل تحت بير السلم. بير السلم تحت بير السلم. لكن انا النهارده يعني اشتغل بروتين. ما انا حدش قال هو البروتين ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه. هو حد قال ان البروتين حاجه وحشه؟ يعمل اختراقك للدوله، بس اشتغل على شغل وافقت عليه الدوله، ما تشتغلش ضد الدوله. وفي الاول طبعا احنا مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني خاف يعني حتى نراعي ضميرنا ورزقنا في الزبونه اللي بتدخل ديت ما هياش واثقه فيك ثقه عمياء ومديك شعرها ومديك دماغها، اشتغل معاها بضمير. لكن احنا النهارده بندور على المكسب المادي. طب ما هو المكسب المادي موجود، ما انا ممكن اجيبه صح، انا ممكن اجيبه بثقه العميل. النهارده العميل لما استخدم له منتج امن على شعره، منتج موافقه عليه الدوله، منتج مسجل في وزاره الصحه المصريه، يبقى انت كده راجل بتخاف من ربنا وبتراعي ضميرك وبتكسب صح. وكسبنا العميله، العميله النهارده شعرها بقى كويس، العميله النهارده شعرها ما وقعش، العميله النهارده شعرها ما حصلوش مشاكل. انت نفسك صدرك والبخاخ اللي بتحصل من الحاجات مجهوله الهويه ديت، ما انت ما حصلكش حاجه. يعني احنا النهارده بنتكلم في ازمه يا جماعه، والله العظيم انا بشبهها بازمه المخدرات، اقسم بالله يمكن المخدرات اهون من اللي احنا بنتكلم فيه بالارقام اللي هي ب 500 جنيه وب 1000 جنيه وب 1000 ونص معموله فين دي. انت بتتكلم في النهارده ان الكوافير، هو المشكله النهارده بندور في المكسب بتاع الوقت ده. طب فكرت انت بكره ممكن تصرفه في علاج في مستشفى؟ فكرت ان انت ممكن بكره ده حول قوه الموضوع كبير. الناس دي تقبل ازاي؟ ما اعرفش. الموضوع فعلا ده كبير وخطير. بعد اذنك ممكن اقول لك برضو حاجه بره الموضوع. 3 سنين شغال ما قابلتش اطلع بشركه غير مرخصه وزاره الصحه وغير يا سيدي الفاضل. يا سيدي الفاضل فضل. يا سيدي الفاضل انا من المكان هنا عندك اهو. والموضوع ده احنا مع الاستاذ سعيد عمران رئيس رابطه رؤوس النقابه واستاذنا ومعلمنا ويعني نقول ايه ابونا الروحي الاستاذ سعيد عمران. احنا مبنيين النهارده، انا النهارده مبنيين فكره فعلا ان انت لازم تشتغل بحاجه احنا كمان بالاعلام من هنا مرخصه. وانا النهارده انا راجل تعبان، تعبانين على منتجنا، صارفين عليه، دافعين جمارك، دافعين ضرايبنا، الدنيا اتقفل. اجي واحد جاي جايب لي ازازه بروتين ب 500 600 جنيه، ده بروتين؟ الاستاذ سامح بلازا من يعتبر من اكبر واشهر كوافيرات مدينه نصر ناخد القاهره، وراجل له اسمه وسمعته. هل انت بتشتغل مع حد ممكن يجي لك بزيز بروتين ب 500 جنيه واعملها على شهر الزبون بتاعت 4000 جنيه؟ ده منطق؟ اتكلم باستفاضه بقى مستر سامح، خد راحتك للمشاهدين. الموضوع فعلا خطير. طبعا لازم اطمن على المنتج، هو ايه بالظبط؟ مصدره جاي منين؟ تسجيل الصحه لازم يشوفه. تسجيل الصحه ده نمره واحد طبعا. انا اول ما شفت بصراحه تسجيل صحه شفت بيروز اول بروتين ينزل ليه اعفاء من وزاره الصحه. طبعا ناخد فكره. انا بقاطع مستر سامحني، عايز انزل بالصور نشوف اسطوره الكوافيرات في مصر، حاجه بسيطه عنه صغيره للمشاهدين المتابعين دلوقتي. كمل يا مستر معاك المشاهدين. البروتين نمره واحد، لو انت ما عملتوش كويس مش هتعمل سمعة ليك حلوة كمان، يعني مش هتبني اسم، مش هيبقى عندك مصداقية، مش هيبقى عندك اسم ولا هيبقى عندك مصداقية مع الزبونة أو الجست اللي معاك. الجست اللي معاك طالما بقى واثق فيك هيثق في المنتج اللي انت هتعرضه عليه. كنت الأول أنا من ضمن مصففين الشعر في الدنيا كلها أو في مصر عامة، بيجي لي ازازه بروتين ما كنتش باخد حاجه غير اللي هي تكون مستورده وتكون براند عالي انت تثق فيه عشان العميل بتاعك. اسم معروف وبراند معروف طبعا. عشان اقدر اشتغل بيه. عشان اول حاجه قبل ما اخاف كمان على شعر الزبونه، هي الزبونه على فكره ما بتتضرش. يعني زي ما قال استاذ يوسف بيجيب امراض وحشه للكوافير للمصفف اللي بيصفف للجست. مهما كان ايه مفيش حاجه. تعليق على الصوره بتاعت الشارع الاكاديميه اللي في الشارع دي، انا هخطفك بقى فيها عشان الناس تعرف. مش هتيجي في 1% من ساحه الشخص. نعلق بس على الصوره الجميله. فكره
صاحبها اسطوره الكوافرات في مصر، اشرحها لي. ده باص سوبر جيت كبير، ده انا اشتريته وفضيته كله من الكراسي من جوه، وصممته كبيوت سنتر، اكنك داخل بيوت سنتر في اي محل في اي مكان في اي اوتيل. الصوره كانت كده في الغردقه تقريبا، او لو متابعين. لا ده كان في الساحل الشمالي. الساحل الشمالي، ما انا قلت الغردقه يعني حاجه. هو في انا رحت الغردقه، رحت شرم، رحت الساحل، رحت اسكندريه، كنت بروح في اي فكره الاكاديميه بقى. بالمناسبه اللي احنا لسه معاك، عشان بنسبه يعني تشرح للناس برضو بمناسبه الاكاديميه انا كنت بحلم طول حياتي اللي انا يبقى عندي اكاديمي. وطبعا ده متعلمينه من استاذ سعيد الرئيس بتاعنا، ابو الهول المهنه والاب الروحي مهما نقول القب. حد صلح مش هنوفي حقه طبعا، انا ما عرفتش اقدمه طبعا. استاذ سعيد من اطيب الناس، من احسن الناس اللي انت تقابلها طول حياتك ويعلمه معاك. مش من مهنة مصففين الشعر أو الكوفرات، لا، أو كرئيس نقابة، لا، أو كرئيس مهرجان أو مهرجانات، لا، كإنسان عادي، شخص تزيد صدقته طبعا ودعمه، شخص طبعا من الأصغر شاب من المهنة فعلا. بجد بجد والله، يعني على معرفتي بأستاذ سعيد من 2014، من 2004 سوري، معلش، كأول ديفيليه كنت بعمله مع أستاذ سعيد، كان في المركبات، صح أستاذ سعيد؟ صح. وكان مشرفني بالفينيلا بتاعت الديفيليه طبعا. ما كنتش الحديث أنا عارف عشان وقت الحلقة. نرجع لك تاني، مش سعيد عمران الأب الروحي لمهنة الأطفال والتجميل. حاجة بسيطة للشباب دلوقتي اللي مستنيين إن إحنا نتكلم بحسهم، ووضع المحلات اللي اتقفلت، ومشكلة العمالة اللي اتطردت، حاجات كتير احنا في واقع فيه. انا بتمنى يعني من ربنا سبحانه وتعالى ان كلنا ككبار في المهنة نحط ايدينا في ايدين بعض على اساس نعمل نقابة عامة لمصففي الشعر. واحنا بدأنا فيها في اول الثورة، وللأسف ما كملتش. اما ان شاء الله بإذن الله دلوقتي الوقت بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بيدعم الشعب المصري كله، فاحنا دلوقتي كل الكوفرات الكبار نحط ايدينا في ايدين بعض، وده حصل فعلا موجود على السوشيال ميديا. ان شاء الله نقدر نوصل لنقابه عامه لمصففي الشعر زينا زي الدكاتره والمهندسين وكل النقابات. صح. الكبيره اللي موجوده، ودي تفضل بحيث كل الكوفرات تاخد حقها ويبقى لها تامين صحي ولها معاش، ويبقى لو احنا حطينا ايدينا في ايدين بعض. جدا قطع كلام حضرتك، بس دي نقطة مهمة جميلة طبعا. كمل كلامك. لكل أعضاء النقابة، لكل الشباب اللي داخلة وبتدفع أدوية وبتدفع اشتراك، أستاذ سعيد قصاد منها. أيوة، هي في قطاع تأمين، في تأمين على شخصه، يعني احنا مش أقل من أي نقابة تاني لأي مهنة تاني طبعا. كل المشاهدين دلوقتي من المتابعين بس سامح بلازع عارفين انهم طلعوا على قناه الصحه والجمال، لان انا فعلا بشكرهم على الحلقه الجميله والمجهود المبذول ورا الكاميرات. نرجع تاني لفكره النقابه، المبادره التجميليه من 3 سنين بتنادي اسما وقولا وفعلا نقابه تضم جميع الكيانات الموجوده في مصر، معاش، علاج، صندوق زماله، ادميه، ان احنا نكون موجودين زينا زي المهندس زي الدكتور. احنا ما نقلش عن اي حد في الدوله دلوقتي بمهنتنا، احنا 5 مليون تقريبا في مجال الكوافير والتجميل في مصر. مهدر حقنا مش من الدوله، عشان احنا مش عارفين نتجمع على لقب او اسم. استاذ سعيد عمران هيقول لي زرت كام دوله، احنا مكانتنا ايه في الدول العربيه؟ لا احنا برضه يعني احنا لينا اسمنا من ايام، من 7000 سنه من ايام الفراعنه، بس برضه احنا لازم يبقى لينا كيان خاص، كيان ليه وضعه. يعني النهارده انا لما رحت الدول العربيه كلها، النهارده الاردن عندها كيان نقابه عامه في الاردن، مكان كامل متكامل من 4 أدوار، يعني احنا مش اقل، احنا ما شاء الله، يعني هنا عندنا كوفرات منتشره في العالم كله. فان شاء الله باذن الله نحط ايدينا في ايدين بعض ونعمل نقابه عامه لمصففي الشعر،
والنهارده الكوافير اذا كان رجالي او حريمي كل ما فيش من رئيس الجمهوريه لغايه اقل واحد في ان شاء الله ان كل ايد واحده لازم يروح للكوافير الحلاق، لازم يروح للمزين، لازم البنت تروح للكوافير اذا كانت صغيره، اذا كانت شابه، اذا كانت عروسه. يعني ما فيش حد بيستغنى عن المزين اذا كان رجالي او حريمي. فلازم بالشغل دلوقتي اللي هو احنا في 2020 في ناس دكاتره في مجالها بالظبط كده. فاحنا ان شاء الله ايدينا في ايدين بعض ونعمل نقابه عامه لمصففي الشعر، ودي كل امانينا ان شاء الله في خلال السنه الجايه باذن الله 21 وربنا يحققها باذن الله، وتبقى في للكوافير تامين لي معاش لي، حتى كمان الشركات المنتجات اللي بتطلع يبقى برضو النقابة رقيبة عليها، مش كل حاجة من تحت السلم أو لا 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 لا. المفروض الاقتصاد المصري يبقى كامل متكامل. النهاردة احنا عندنا كوافيرات بتيجي من الدول العربية تتعلم في جمهورية مصر العربية بدون ترخيص وبدون اي حاجة، حدث ولا حرج، وعاملين اكاديميات واحنا المصريين. لا 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 ما ينفعش الكلام. ان شاء الله ان شاء الله النقابة نسعى ليها تبقى قانون لمواجهة سوق البروتين وسوق التجميل الكوزماتيك في مصر، وتكون دعم للكوافيرات بدعم الشركات. حضرتك ايه اللي تقدمه لفكره النقابه في دقيقه واحده؟ جدا جدا موافقين وبندعمها، وانا بتكلم النهارده باسم شركتي احنا من اوائل الشركات اللي ممكن تبقى داعمه الفكره ديت، لان احنا فعلا محتاجين شركه فعلا تظبط السوق البروتين وادوات التجميل اللي بتستعمله الصالون. انا ده اهم طلب عايزه، انا فعلا محتاج نقابة عامة لمهنة مصفف الشعر في مصر، مهنة تراقب المنتجات اللي بيشتغل بيها الكوافير، مهنة توافق كمان على دخول المنتج لمصر. رأي حضرتك في النقابة؟ النقابة طبعا دي فكرة عظيمة، فكرة عظيمة جدا. زي ما قلت من اول الشباب بتوعيهم وبيدخلوا بتحافظ عليهم، بتحافظ على صحتهم. وكمان الجديد بياخدوه منين؟ هياخدوه من النقابة. أستاذ سعيد عمران في محاضرة كل أسبوع بتتعمل في النقابة، إذا كان للسيدات أو الرجالي، ده اليوم وده اليوم، بس كل أسبوع في تواجد مع أستاذ سعيد. لينا إن شاء الله لقاء تاني، أنا طاحتك حاليا، بس شرف لينا أسرة الكوافيرات، وكل المشاهدين شافوا حاجة بسيطة عن أسرة الكوافيرات ميسيو سامح بلازا. إن شاء الله لقاء تاني حصري مع حضرتك في المكان بتاعك إن شاء الله. نشكر الأب الروحي ميسيو سامح عمران. الله يخليك يا زماد. وإن شاء الله كلمة أخيرة كده للمشاهدين. إن شاء الله يكون سنة 2021 بإذن الله تكون سنة خير، ويكون الوباء ده خلص من مصر ومن العالم كله بإذن الله، وربنا يوفقنا وتكون سنة خير على مصر كلها بإذن الله، وعلى كوافيرات مصر وعلى كل كوافيرات الوطن العربي. آمين رفع عنا البلاء إن شاء الله. كلمة أخيرة للمشاهدين في 30 ثانية. يعني باسمي وباسم شركة نجد السعودية وباسم رجل الأعمال وليد العثمان وباسم السيد مجدي حسن مدير عام التسويق في الشركة، بنتمنى للشعب المصري كله رفع الوباء، للعالم كله رفع الوباء والبلاء، وتكون معانا تاني حصري تاني في برنامج رابع وخامس برنامج ملوك صناع الجمال. كلمه للكوافير، ارجوك خاف على نفسك، ارجوك خاف على نفسك، ارجوك خاف على نفسك تاني. وقبل ما تاخد اي منتج تدخله صالونك بص الاختار وزاره الصحه المصريه، وبركز تاني واقول لك هتكون معانا تاني في حلقات برعاية ملوك صناع الجمال على قناه الصحه والجمال. نشوف الفيديو بتاع شركه بروز، وشوفكم خير ملوك صناع الجمال، زراعي اعلامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشكر كل الضيوف.